بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم في هذه الصحيفة بعنوان وهي على التويتر @هدى4000كلب، وهي بعنوان هي الصحيفة هاشتاج على التويتر كورونا اندرسكور تجب اندرسكور ما قبل ما اندرسكور قبله، يعني كورونا تجب ما قبله. وسأقول ما كتبت بصوتي لأن هناك عواميد شعر، وأيضا أنا استأذنت في كتابة هذه الرواية من صاحبة الرواية رحمه الله ست شامية، ومن ابنها الدكتور أمد الله في عمره وارزقه الصحة والعافية والدي الدكتور. سأبدأ بالقراءة، قراءة ما كتبت، وأنا أكتب مباشرة على الكيبورد، وبعدها يكون الفيديو، ولا أنقل من أوراق ولا أكتب ما كتبت قبل، يعني مباشرة، ثم أرفع على الفيديو على اليوتيوب، فتجدونها على اليوتيوب، وإن شاء الله نسميها نفس الشيء الصحيفة هاشتاج كورونا أندرسكور نحب ما قبلها، تجب ما قبلها. سأبدأ في القراءة، وسيكون هناك يوميا في صحيفتي جزء يقرأ بالعربي لأنه الصحيفة هي عن الرواية والرواية مكتوبة بالإنجليزي، وممكن ما كتب بالعربي يترجم للإنجليزي، ولكن ما يكتب بالإنجليزي لا يترجم للعربي. بسم الله أبدأ. سأكتب قصة يستفيد منها الأقصى والداني حول مصر النبي العدناني. كان الملوك إذا دخلوا قرية بلسان ملكة أهل عرب ياماني أسلمت أمام نبي الله الدياني. وفي آخر زماني عجب الأزمان ظهروا علينا من ملاجئ عجماني، ظهروا علينا من ملاجئ عجماني، حفنة اللقطاء دنسوا عز أوطاني. سأكتب رواية، سأكتب هاشتاج كورونا تجب ما قبلها، سأكتب رواية هاشتاج سيتي أندرسكور شام أندرسكور 100. سيتي هي سيتي ومدينتي، مكة ثاني قبلة بعد شامها. ابنها قبل مبعثه زار أقصاها، ثم أسرى ببراق ربي فرآها. شام تزينت نالت به بهاها، أنبياء المولى صانوا حماها، بنو إسرائيل ملك مصر فرعونها. أذلكم والعزة لمصر وأحفادها، هم المسلمون وأنتم حسادها. كتبتم